احنا بنعلن تضامننا اليوم بحفل زفافنا. احنا يعني هاد اقل شيء بنقدر نعمله، اكثر شيء بنقدر نعمله، انه بتمنى الله يفرج عنهم، الله يحقق مطالبهم، واحنا معهم على طول، والله ينصرهم يا رب. بتمنى من الشعب الفلسطيني كله انه يتضامن مع الاسرى برضه، يعني الاسرى جزء لا يتجزا منا، فالمفروض انه نكون برضه احنا نحس فيهم، المفروض نعمل اي شيء لحتى نحسسهم انه احنا عن جد معهم، يعني مش بس انه يعني مجرد انه حكي انه خلص احنا معكم، لا بتمنى انه نعمل شيء لهم. واحنا جينا على اساس ناكد انه احنا معهم ومع الاسرى ومع اهالي الشهداء ومع الكل. احنا شعب فلسطيني دم واحد، شعب واحد، وحده واحده. نتأمل من الاضراب هذا ليس فقط أن يحقق مطالب الأسرة، بل يحقق المطالب الشعب الفلسطيني للحمة الشعب كله من الفصائل جميعها. رضوان شقيق الشهيد عيسى جاء ليلقي نظرة هنا على هذا المكان اللي هو بؤرة مقاومة، بؤرة نضال، ليؤكد عهد لعيسى ولكل الأسرى أنه مسيرة المقاومة، مسيرة الكفاح ستستمر حتى النصر. جاءوا لكي يكون أول يوم لهم مع بعض العرسان في أحسن يوم في حياتهم، جاءوا يؤكدوا على حرية وكرامة، حرية وكرامة. سيستمر الشعب الفلسطيني في النضال من أجل الحرية والكرامة حتى ينالها وحتى ينتصر الأسرى في معركتهم هذه.